الفلسطينيون لا يبحثون عن وطن، وطنهم فلسطين. هذا هو العنوان الذي أطلقته إيران على المؤتمر الدولي الخامس الذي تستضيفه يومي السبت والأحد لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته. المؤتمر تشارك فيه وفود من مختلف دول العالم بما فيها لبنان، وقد استهل صباح السبت بجلسة افتتاحية حضرها الرئيس محمود أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، الذي أكد رفض حل الدولتين، مذكرا بأن إسرائيل منيت بخسائر هائلة في حربيها على لبنان وغزة، ويجب بالتالي البناء على هذه المعطيات وعلى المتغيرات في المنطقة للتقدم وفق قوله. أيضا خلال الجلسة الافتتاحية تكلم رئيس مجلس النواب نبيه بري، فتناول القضية الفلسطينية كما الأوضاع في المنطقة. إذا كان الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد جرب، وهو ما سيمنعه كفيل إسرائيل في مجلس الأمن، يبقى أن تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية هو الأكثر أهمية. إننا هنا نسأل، أين المقاطعة العربية الرسمية لإسرائيل بدلا من سوريا؟ ولماذا تصرف الأموال العربية على تمويل الاحتجاجات في سوريا بدل دعم الشعب الفلسطيني للبقاء في أرضه؟ الوفد اللبناني الذي يشارك في مؤتمر فلسطين يضم أيضا عددا من النواب الحاليين والسابقين وكوادر من حزب الله ووزراء سابقين وممثلين عن عدد من الأحزاب والقوى والفصائل الفلسطينية، إشارة إلى أن جلسة الافتتاح كانت بدأت بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، كما تخللتها كلمات لرئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل ورئيسي البرلمانين العراقي والكويتي.